يبقى زي ما الدكتورة زميلتكم قالت إن ischemic heart disease دي معناها إن في disease في الكورونا. إيه اللي supply الهارت؟ الهارت اللي يعتبر end organ أو مش end organ؟ end organ لأنه ليه ون blood supply بس اللي هو إيه؟ الكورونا. مفيش system تاني من الأرض اللي supply الهارت غير الكورونا. 90% من ischemic heart disease بتبقى بسبب الاسيروسكلروز او الاسيروسكلروتيك بليك اوبستراكتيف اسيروسكلروتيك فاسكولار ديزيز. طيب هل في اسباب تانية للكورونال هارت ديزيز بتؤدي لاسكيميا للوول او للمسلز بتاعت الهارت غير الاسيروسكلروزس؟ في ايه هي بقى؟ اي سبب يقلل البلاد سبلاي او يقلل الاكسجين سبلاي او النيوترين للمصر بتاعت الهارت الكاردياك مونوسايت. اول حاجه اللو كاردياك اوتبوت، كل اسباب اللو كاردياك اوتبوت او الانكريز ديماند زي الانكريز هارت ريت والهايبرتنشن، وعندنا الهايبرتنشن والشوك زي ماش بلاد فوليوم او كاموريش سيفير كاموريش او لوس اوف بودي فلويدز زي excessive diarrhea, cisperm, كل دي أسباب بتعمل diminished oxygenation بقى إن ال blood بيوصل لكن مفيش أكسجين، ده زي حالات النمونيا و congestive heart failure، أو إن الأكسجين بيوصل لكن الأكسجين مش فعال زي أنيميا و carbon monoxide poisoning، يبقى diminished oxygen carrying capacity. ماشي يا دكاترة؟ يبقى عارفين كده أسباب الكورونا هارت ديزيز. طيب الكورونا هارت ديزيز ده بيجي بكذا شكل، لأن أول حاجة اسمها أنجينا بيكتوس، تاني حاجة أكيوت مايوكارديال انفاركشن. في بقى لو في سبب كارديك ديس وكرونيك إسكيميك هارت ديزيز ويز كونجستيف هارت فيلير، بيعتمد على ايه البيكتشر دي؟ كده البريزنتيشن دي بتعتمد على ايه؟ على ايه؟ يعني ليه بيشنت يجي له انجينا بيكتورز وبيشنت يجي له اكوت مايوكارد انفاركشن؟ صح كل السبب يكون كافي يعمل له صح. يبقى اول حاجه على الدري سايز بتاع البرانش من الكورونري للاوبستراكتيف، يبقى اول حاجه سايز الاوبستراكتيف من الكورونري. ثاني حاجه على الدري اوف ناروينج بتاع البرانش ده، يعني اما يحصل ناروينج 70% غير اما يحصل ناروينج 90% غير ما يكون completely obliterated. ماشي؟ تاني حاجة الأونست بتاع الأوكلوجن أو decrease blood supply للكارديك مايوسايت. الأونست لو gradual أونست وعلى long duration ده هيبقى chronic. هيدينا chronic ischemic heart disease ويؤدي للcongestive heart failure. إنما لو sudden أونست وcomplete وفي وقت قليل ده يدينا على طول صدد cardiac death او acute myocardial infarction. كمان الديوريشن بتاع الابستراكشن، ديوريشن الابستراكشن ده استمر قد ايه؟ لو استمر اقل من 20 دقيقه بيدي انجينا بيكتورز، اكتر من 20 دقيقه مش اكتر من 20 40 دقيقه بيدي acute myocardial infarction. ماشي؟ يبقى الانجينا بيكتورز دي بقى بيبقى فيه اسكيميا بتؤدي البين شست بين، لكن الاسكيميا دي انسفشنت ان هي تعمل نكروزس او مايوسايت ديس. الاكيوت مايوكاردال انفكشن ده في اسكيميا سيفير برولونجد وبتؤدي لكارديومايوسايت ديس او كاردياك نكروزس. في الحاله دي النكروز نوع النكروز ايه؟ كوأجريتيف ولا ريتروفاكتيف؟ كوأجريتيف. طيب الكرونيك ده بيحصل غالبا بعد الاكيوت مايوكاردال انفاركشن، يعني امتى بيحصل جرادوال دايمنشن؟
اما بيشنت بعد يعني عدى من الاكيوت مايوكاردال انفاركشن بعد كده بيحصل دي كومبنسيشن في الهارت، هنشرحها بالتفصيل مع المايوكاردال انفاركشن. او سكندري دي اكيوميتد سمول اسكيميك انسلت، اسكيميك انسلت صغيره وعلى لونج ديوريشن وفي ماينور برانشز تدينا كرونيك اسكيميك هارت ديزيز. السادن كارديك ديث بقى ده في الاكيوت مايوكاردال انفاركشن، واما يحصل كومبليت اوبليتريشن فبيحصل البيشنت ارزمنت، يبقى ليسل ارزمنت. في جمله او كلمه باسمها اكيوت كورونري سندروم. ايه الاكيوت كورونري سندروم؟ يبقى كلهم اكيوت كورونري سندروم عندنا فيها هناخد انواع الانجينا فيكتورز، في منها نوع اسمه انستابل انجينا والاكيوت مايوكاردال انفاركشن والسادن كاردياك ديث. الثلاثه دول مع بعض بيسموهم اكيوت كورونري سندروم. لا مش مع بعض، هم اسمهم اكيوت مايوكاردال سندروم يعني ايه الحاجات بتاعه الكورونري اللي بتيجي اكيوت صدر. الباثوجينيسيس بقى احنا قلنا معظم الحالات السبب الرئيسي هو الاسيرانتس بلي الاسيرسكليروز، فبيحصل فيه تكريس للبرفيوجن للكارديك مايوسايت على حساب الديماندز اللي محتاجها تجاه الكارديك مايوسايت. لو الاستراكشر لحد 70% ده بتدي ستيبل انجينا، لو ستراكشن 90% او اكتر ده بيدي انستابل انجينا واكيوت مايوكاردال انفاركشن. هنعرف الفرق بين الاثنين. احنا قلنا الجراديوال بيدي فرصه لان يتكون كولاترال، ماشي؟ ليه الجراديوال انصت ما بيعملش اكيوت؟ بيعمل كرونيك ويؤدي لكونجستيف هارت فيلير. ليه؟ لان الجراديوال ده بيدي فرصه بيحصل كولاترال بين الأماكن الأوبستراكتد لحتة لبرانش تاني ما أوبن، بيحصل كولاترال فيفضل السيركوليشن ماشي، مع إن ممكن البرانش ده يبقى كومبليتلي أوبليتريت، لكن البرفيوجن اللي واصل لكارديك مايوسايتس ستيل نورمال، ماشي؟ الأكيوت كورونري بلوكج بقى ده مفيش تايم لكولاترال، فعشان كده بيعمل نكروز أو ديس. طيب الانجينا فيكتورز دي بقى بتيجي ازاي؟ الكلينيكال فيكتور بتاعها ايه؟ اكيد مشهوره وعارفينها كلنا. ريتروسترنال شيست بين. الشيست بين ده بتبقى كاركتر بتاعه بيسموه سكويزنج بين. وممكن نديت ليفت سايد اوف شولدر او ليفت ارم. ماشي؟ او اللور جو. طيب الانجينا فيكتورز دي اما البيش ايه البريسيبتيتد فاكتور؟ يعني بين ده هل بيجي فجاه؟ هل بيجي البيشن اون ريست؟ ايوه يبقى اون اكزرشن او اون ايفورت مع المجهود. يعني بيشن بالمجهود اما يعمل مجهود يطلع سلم في مو طلع سلم بيلعب اكسرسايز فجاه يجيله الريتروسترنال بين. انجينا فيكتورز بنسميها انجينا فيكتورز طول ما هي بتيجي اون ايفورت، ما تجيش اون ريست. الستيبل انجينا اون ايفورت، ماشي؟ طيب ريليفت بايه؟ بيعمل ايه البيشنت اول ما بيجي له ده؟ بيعمل ايه؟ بيقوم قاعد في مكانه. يبقى ريليف باي ريست او فازو دايليتد زي النيتروجليسرين، ياخد حبايه تحت الانسان دي اللي هي النيتروجليسرين هي البوزوديليتور، البين ده يروح. البين بتاع الانجينا فيكتورز ما بيستمرش اكتر من 20 دقيقة، ماشي؟ عشان نفرق بين الانجينا فيكتورز والستيبل والانستيبل. والانستيبل بقى بعد كده بتخش في اكتر من 40 دقيقة بتخش في اكيوت مايوكاردال انفاركشن، ماشي؟ الاسكيميا بقى البين ده الباثوجينيسيس بتاع البين ده عن طريق احنا عارفين البريتيكايلين وريليز اوف ادينوزين من الاسكيميا، ده دول ميديتورز للبين سنسيشن ستيمولات الاوتونوميك فاكتور. طيب انواع الانجينا فيكتورز قلنا في تيبيكال او ستيبل انجينا وان ستيبل انجينا او اسمها كريسيندو انجينا، وفي نوع ثالث كده اسمه برينز ميتال او فاليانت انجينا.
الستيم اللي احنا قلناها هي الكيميكال اللي احنا قلناها دلوقتي. في جست بير مع المجهود كراشنج سكويز سب ستاندرد اسوسيشن يديت الليفت ارم او الليفت جو البين ريليف واي ريست او بوزيت ريتور دايمتر بالستيم. دي الستيم. الانستيبل انجينا بقى البين بيزيد وفريكوينت بين، يعني تلاقي البيشن بيجي له اتاكس كتيره. الستيبل انجينا لا الاتاكس من بعد ممكن يقعد ثلاث شهور ما يجوش له غير اتاك واحد ماشي، انما ده ممكن كل اسبوع او في الاسبوع اكثر من مره. الحاله دي يبقى دخل في انستيبل انجينا. كمان ممكن اون ريست وهو مستريح خالص ما بيعملش اي مجهود يجي له بين البين ده. يبقى دي بقى اسوشيتد ايه اللي بيحول الستيبل انجينا لانستيبل انجينا؟ قلنا الاكلوجن باكثر من 90%. ايه اللي يكبر الاسيرومتوس بليك مره واحده؟ يبقى يا اما رابشر في الاسيرومتوس بليك فاكرين الاكيوت او السر او هيموريج او ثرومت اون توب ماشي؟ او فازي سباز. من ضمن الحاجات كمان ان يحصل فازي سباز في الكورونا ماشي؟ النوع الثالث بقى ده برنس بيتا الانجينا، ده من الاول خالص ده ما بيبقاش عنده اورجانيك ليجن في كورونا. كورونا بتاعته لو عملنا له كاسيتال وصورنا كورونا ماشي هنلاقيها كلها بيتنت ما فيهاش اوكيوجن. طب ايه اللي بيحصل؟ ده بيجي له بين اون ريست مش مع مجهود ولا حاجه. اللي بيحصل البيشن ده بيجي له فازو سباز. سباز. السباز ده بيروح بين فازو دايليت. يبقى ده مختلف عنهم. ده كوز باي كورونري ارتري سباز نورمال فيزل ريسبونس للفازو دايليت زي نيتروجلسرين والكالسيوم شامل بلوكر جود ريسبونس. ده اسمه برينز ميتال انجينا. ده مش بروجريس. ده فازو سباز بس. طيب هنا ده صورة كده دايجرام بيفرق لك بين الاثنين بين الثلاث انواع. ده النورمال بلاد فيزل. هنا في الكرونيك ستيبل اللي هي بتبقى ستيبل او اكزيرشنال انجينا. هنا 70% تقريبا اوكليوتك الاسيرومتوس بليك. و بعد كده البرينز ميتال دي اللي هو فازوس بازم وول نورمال ما فيهوش حاجه لكن الدايمتر هو الديكريست عشان فازو سباز وريلاكسد بالفازو دايليت. الانستيبل انجينا وده بارت من الاكيوت كورونري سندروم. ده هنا هنلاقي في حصل فوق الاسيرومتوس بليك في حصل ثرومبوس او هيمورج لكن اكثر من 90 بس ستيل لسه بيتنت. لو حصل كومبليت اوبستراكشن بقى كومبليت خلاص ما عادش واصل اي دم للكارديك مايوسايتس دي هتعمل انفاكشن بقى هتعمل الاسكيميك ديكروز مايكاردال انفاكشن او هارت اتاك وده بيرمنت. كل دول تمبورال. ماشي دكاتره فهمتوا الانجينا فيكتورز؟ المايكاردال انفاكشن بقى مايكاردال انفاكشن زي ما احنا قلنا كلمه انفاكشن معناها اسكيميك نيكروزس او كواجلاتيف نيكروزس للكارديك مايوسايتس او للوول اوف ذا هارت من اول الاندوميتريوم لحد البريكارد ماشي. ايه اللي بيعمل اسكيميك نيكروزس؟ ان برانش من كورونريز يبقى سادنلي وكومبليتلي اوبليتريت مفيش اي برفيوجن اوف بلاد للكارديك مايوسايتس. طيب بيحصل في اي سن؟ هو كان زمان بيحصل في الاولد ايج. ليه؟ لان الريسك فاكتور فاكرين الريسك فاكتور احنا قلنا 90% من الحالات سببها الاثيروسكلوز. من الريسك فاكتور بتاع الاثيروسكلوز الالدر ماشي؟ صح؟ انما هنا دلوقتي حديثا بقى بيجي في سن صغير من الثلاثينات وفي عشرينات كمان بسبب رئيسي ايه؟ سيجاريت سموك. سيجاريت سموكينج وانجريز الانسيدنس بتاع سيجاريت سموكينج في الشباب الصغيرين اللي بيبداوا من بدري قوي وهم اطفال بيجي لهم اثيروسكلوز من بدري وبيجي لهم مايكاردال انفاركشن في العشرينات كمان.
الباست ماجورتي بي اكيوت كورونري ارتري ثرومبوس، يبقى بيبقى اسيرس كيروزس ويجي اون توب ثرومبوس. البليك دي هي اللي بتبقى النيدس بتاعت ثرومبوس فورميشن. 10% من المايوكاردال انفاركشن بتحصل من غير اسيرس كيروزس، ودي فاكرين لما قلنا ان ممكن يحصل لما يحصل في ديب فينوس ثرومبوز في اللور لام يحصل امبوليزم وتبقى انتانجلد في البراد كوروناري، دي بتحصل ساعات في 10% بس، يبقى امبوليزيشن فروم ميورال ثرومبوز. المايوكاردال ريسبونس للاسكيميا بقى، الكارديك مايوسايت دي فيري سنسيتيف للاسكيميا، في خلال سكندز ثواني اول ما البلاد يقف للكارديك مايوسايت ما بتقدرش، ما فيش اكسجين، فالميتابوليزم بتاعها هيعتمد على ايه؟ على الانيروبيك جلايكوليز. الانيروبيك جلايكوليز ده بيعمل ايه؟ بيعمل ديبليشن للاي تي بي وبيعمل ريليز لاكتيك اسيد، لاكتيك اسيدوز. لاكتيك اسيدوز ده بقى هو اللي انديوس النكروز، بيعمل رابشر للايزوزومز والايزوزوم تطلع البروتيوليتيك انزيمز بتاعتها وتعمل نكروز. في خلال دقايق بقى بعد كده النكروز ده تبدا المصل تبقى لوس كونتراكتيلتي، مفيش كونتراكتيلتي. في خلال 6 ساعات لا قبل 6 ساعات لسه، بعد دقايق بقى في الترا ستراكشر تشينجز. لو جبنا الالكترون مايكروسكوب وصورنا الوول بتاع الهارت هنلاقي فيه مايوفيبريلر ريلاكسيشن، جلايكوجين حصل له ديبليشن عشان بتحصل انيروبيك جلايكوليسيس، في سيل ميتوكوندريال سويل. كل ده المينس دي كل ده ريفرس، يعني لو البيشن حصل تدخل على طول وادينا البيشن ده ثرومبولايسيس حاجه تدوب الثرومبس وفازو دايليتور هيحصل له ريفرسبل، هيحصل له ريبرفيوجن للهارت وهيرجع نورمال. انما لو استمر الاسكيميا اكثر من لحد 4 لـ 6 ساعات لا قبل 4 لـ 6 ساعات من 20 لـ 40 دقيقة ده خلاص هيموت. يعني احنا قلنا 40 دقيقة اكثر من 40 دقيقة ده اكيوت مايوكارديال انفاركشن، دخل في اسكيميك نيكروز، خلايا بقى تبدا يحصل فيها نيكروز. كل البيكتشر بتاع النيكروز، النيكروز ده بيحصل ريليز للانزيمز اللي جوه الخلايا، مش احنا في النيكروز بيحصل رابشر للسيل ممبرين واللايزوزوم الور بيحصل له رابشر، فالخلايا بقى كارديك مايوسايتس بيطلع منها انزيمز. احنا علشان نشخص الاكيوت مايوكارديال انفاركشن بناخد السيرم بتاع البيشن وبنقيس الانزيمز دي، لو الانزيمز دي عاليه نعرف ان البيشن ده خلاص دخل في اكيوت مايوكارديال انفاركشن. ايه الانزيمز دي؟ اول حاجه بتظهر هي اسمها كارديك تروبونين، هنشوفها هنا. يبقى أول حاجة بتظهر الكارديك تريبونين تي وآر، دول سبيسيفيك للهارت، يعني ما بيزيدوش ما بيعلوش في أي باثولوجي تاني. يعني أنا أول حاجة لو سألتك في الامتحان إيه الموست فيرست سنسيتيف أند سبيسيفيك للأكيوت مايوكارديال انفاركشن هي الكارديك تريبونين. في المايوجلوبين، المايوجلوبين كمان هيعلى، بس المايوكلوبين ده مش سبيسيفيك لكارديك ماسل، السكليتال ماسل كمان بتطلع مايوكلوبين، تكسير البلاد برضه بيطلع مايوكلوبين. السكليتال ماسل لو في انجري كراش انجري في السكليتال ماسل او حاجه برضه هيبقى عنده انكريز في المايوكلوبين. الكرياتين كاينيز، الكرياتين كاينيز ده برضه بيعلى في الاكيوت مايوكارديال انفاركشن، لكن الكرياتين كاينيز برضه في اي كيدني ليجن بيعلى، بس هنا في الـ في الـ في الـ في الـ في الهارت في سبيسيفيك كرياتين كاينيز بنسميه مايوكارديال ايزوفور اللي هو كرياتين كاينيز ام بي، ده سبيسيفيك للهارت ماشي، ما بيعلاش غير في الهارت اسكيميا بس.
اللاكتيت فيه هيدروجينيز كمان بيعلى، بس اللاكتيت هيدروجينيز بيزيد في حاجات كتير قوي، بيزيد في اللوكيميا، في الليمفوما، في البلد، وفي المالتيبل مايلوما، بيزيد في معظم المالجنس. ماشي، يبقى مش سبيسيفيك، يبقى اللاكتيت دي هيدروجينيز نون سبيسيفيك. طيب اول اسكيميا بقى، اول جزء في الهارت يحصل فيه نيكروز انه الساب اندوكاردي. ليه؟ لان هو ابعد مكان عن البريكارديال بلاد فيزلز. بلاد فيزلز بتخش من البريكارديال من بره، كورونري بيبقى ماشي على البريكارديال، فيبقى ابعد حاجه والموست سسبتبل للاسكيميا، وبيبقى معرض لانترا اليومنال بريشر عالي، فبيقفل البلاد سبلاي اللي في الحتت دي، بيضغط عليها بريشر. مع برولونج اسكيميا بقى تحصل الفول بيكتشر اوف نيكروزس في خلال 3 ل 6 ساعات. 3 ل 6 ساعات بقى اقدر اشوف الليجنز باللايت ميكروسكوب. يعني قبل 3 ل 6 ساعات لو خدت بايوبسي من الهارت مش هشوف حاجه، لازم اشوفها الترا ستراكشر بالالكترون مايكروسكوب، انها باللايت مايكروسكوب بعد 3 ل 6 ساعات. طيب زي ما احنا قلنا الباترن اوف انفاكشن بقى الاكستنت بتاع الانفاكشن، يعني انفاكشن نيكروز ده هل هياخد الوول كله؟ الليفت فنتكل مع الرايت فنتكل مع الهارت كله والانتر فنتركولار سيبتوم، ولا هياخد جزء صغير؟ الجزء ده شكله ايه؟ راوندد ولا باتش ولا تريانجلر؟ حسب ايه بقى؟ زي ما احنا قلنا البرانش، السايز اوف برانش، اللوكيشن اول حاجه السايت والسايز والكولاترال، في كولاترال ولا لا، والانس، وهل الهارت ده اصلا كان سليم؟ ميتابوليك ديمونتس. ميتابوليك ديمونتس يعني ايه؟ يعني الهارت ده في الاصل قبل ما يحصل الاوبليتريشن بلاد سبلاي ده الكارديك بايت سايز كانت سليمه ولا كانت هايبرتروفايد؟ لو هايبرتروفايد في اثليتس لا، ده سسبتبل قوي انه يحصل له مايوكارديال انفكشن اكثر من غيره. ليه؟ لان الهارت واصل سيك واحتياجاتها اكثر للاكسجين وللبلاد، فمجرد اوكلوجن بسيط هيعمل انفكشن غير النورمال هارت او ديزيز هارت اللي عنده كارديوميوس من قبل كده. لو معاه كورونري لا، ده هيقع في اقل في وقت اقل. ماشي، يبقى بيعتمد على السايز والديستريبيوشن بتاع الفيزل انفولفد والريت او الاونست بتاع الديفلوبمنت والديوريشن، هل هو اكيوت ولا كرونيك على مدار طويل، والميتابوليك ديماندز بتاعت الميوكارديوم والاكستنت اوف كولاترال سبلاي. ماشي، طيب بالترتيب كده اشهر اماكن زي ما احنا قلنا، اول حاجه بيبدا بساب انتوكارديال انفاكشن، ده لو المينيمال برانش صغير او مينيمال اوكلوجن، ده بيبدا بساب انتوكارديال، ده ليميتد للانر سيلز بتاع الميوكارديوم، ومن ضمن الانفستيجيشن بتاعت الاكيوت ميوكارديال انفاكشن بنعمل اي سي جي، في تشنجز في الاي سي جي بنشوفها بنشخص بيها الاكيوت ميوكارديال، منها الـ inverted ST segment دي. خدت فكرة عن الـ ST؟ طيب الـ inverted ST segment دي بتيجي مع transmural، إنما لسه في الـ early stage بيبقى normal ST segment elevation، إنما في transmural بيبقى فيه ST segment elevated myocardial infarction بيسموها STEMS وانفولفد فول سيكنس بتاع البنتر. طيب البيزلز الانفولفد بقى اكتر نسبه من 40% ل 50% هو الانتيرو ديسندنج برانش، انتيرو ليفت انتيرو ديسندنج برانش من الكرونر، اللي هو ده الليفت انتيرو ديسندنج برانش من الكرونر، ده بيغذي ايه بقى؟ احنا بنعرف بيغذي ايه علشان نعرف الاريا اللي حصل فيها نيكروز او انفاكشن. بيخلص الانتيرور
قول بتاع left ventricle وبيغذي two-third anterior two-third من septum interventricular septum وبيغذي الابيكس بتاع الهارت. يبقى 50% من الحالات ده المكان اللي معظم اللي بيجي لهم acute myocardial infarction بيبقى كده. اللي بعد كده في الانسيدنس 30-40% right coronary. right coronary اللي هو ده بيغذي right ventricle بس. فيبقى الانفاكشن هنا في right ventricle. من 15-20% هو proximal left circumflex اللي هو ده. ده بيغذي اللاترال وول بتاع left ventricle. ماشي يا دكاترة؟ بالجروس بيكشر بقى اما نيجي نشوف الهارت زي اي نيكروزس بنشوف بيبقى شكل التشو عامل ازاي؟ لونه جروسلي هيبقى يلو صح؟ مش النيكروزس بيبان يلو. يبقى هنلاقي يلو باتشز. لو صاد اندوكارديال هتبقى واخده الاوتر سيرد الاندوكارديال والانر سيرد بس، انما لو ترانس ميورال هتاخد الفول سيكلس. شايفين الباتش البيضه دي فيها يلو نيكروتيك ماتيريال وممكن يحصل فيه فراجمنتيشن وكافيتي فورميشن عشان ريليز او ايفاكويشن او ديستراكشن للتشو. بيتشاف اول حاجه بصبغه، في صبغه بنقدر نشوفها في اول ثلاث ساعات قبل ما يبان جروسلي كده باللون اللي هو البين ده. يبقى ده بين فاكتور، نوع من البين فاكتور. في سبع صغار راي في التايم تكتر زوليوم كلورايد، دي بتدور على لاكتيك ديهايدروجينيز انزيم، بتمسك في لاكتيك ديهايدروجينيز. فاما يحصل ريليز لاكتيك ديهايدروجينيز قبل ما يظهر كروسلي فبتصبغ الهارت. ماشي بنقدر نشوف. هتبقى الهارت كله هيبقى ستاند بالصبغه دي ما عدا الاريا اللي فيها النكروز هتبقى بيت. بعد 12 ساعة يبدأ يبقى فيه ريد بلو ديسكاريشن. ريد بلو ديسكاريشن ليه؟ بلاك فيزلز نفسها المول بتاع بلاك فيزلز بتاعت الحوالين الانفاركت اريا برضه هتبقى رابشر من النكروز، فتحصل ريليز للبلاك هيبقى امبريجنت يعني هيصبغ التشو النكروتك تشو. وبعد كده تحول للون البلو علشان اللي هو الهيموجلوبين بيتكسر بيتحول للهيم وبعد كده للبلوروبين فيبقى من لون بلو وبعد كده لون جري. ماشي وبيبقى سوفت في الحاله دي بقى الانفاركت اريا هتبقى سوفت تان اريا سوفت يلو تان اريا. من 10-14 يوم تبدا 10-14 يوم او من اسبوع لاسبوعين من بدايه الانسلت بتاعت الاكيوت مايكاردال انفاركشن تبدا تيجي من حوالين الاريا البلاك فيزلز الاندز بتاعت البلاك فيزلز هتبدا تجيب انفلاماتوري سيلز للقلب. اهم انفلاماتوري سيل هنا هي الماكروفاج. الماكروفاج تبدا تعمل سكافنجر للدب نيكروتيك تيشو تحاول تبلع وتكسر النيكروتيك تيشو ويجي كمان وتطلع السيتوكاينز. السيتوكاينز دي تبدا تطلع لنا المدياتورز بتاعت الفايبروز. المدياتورز بتاعت الفايبروز هم ايه؟ بليت درايف جروس فاكتور وترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا وفايبروجينيك جروس فاكتور. دي تقوم جايبه السموث ماسلز تبقى جايبه فايبروبلاست تعمل اكتيفيشن فايبروبلاست تطلع كولاجين وتطلع بيزمنت برين ماتيريال وتطلع اكسترا سيلولار ماتريكس فتعمل حاجه اسمها جرانيوليشن تيشو. جرانيوليشن تيشو احنا فاكرين في الريبير ده الستيج بتاع الهيلينج. اول بدايه الهيلينج باي فايبروزس بيبدا بجرانيوليشن تيشو. جرانيوليشن تيشو بيتكون من ايه يا دكاتره؟ نيو بلاد فيزلز صح؟ ومعاها انفلاماتوري سيلز اللي هي ماكروفاج والليمفوسايتس وممكن بلازما سيلز ممكن يجي عليها اكيوت انفلاماتوري سيلز زي النيوتروفيلز والباسلز وكمان مهم قوي فيها كمان الفايبروبلاست.
يبقى هي فايبروبلاست عشان تطلع كولاجين واكسترا سيلولار ماتريكس، عشان ده في الاخر بينتهي بايه؟ بفايبرس سكار، تعمل لنا في الاخر فايبرس سكار. بس الفايبرس سكار ده ما بيكونش الا بعد شهر، ماشي؟ يبقى في الاسبوعين، من اسبوع لاسبوعين بعد الانجري، ده بيبقى مرحله جرانيليشن تيشو. بعد اكتر من اسبوعين بقى يبدا الفايبرس سكار، ما اشوفش فايبرس سكار تيبيكال الا بعد شهر لشهر ونص، ماشي؟ ده جدول بيختصر لك الليجنس اللي بتحصل. اهم حاجه عايزين نعرفها من 12 ل 18 اور دول اللي بيبان فيها الكوأجيلاتيف نيكروزس، يبقى باين جروسلي وباين تحت الميكروسكوب، يبقى باين جروسلي بالذات يعني. السيتوبلازم بيبقى ايزينوفيليك لوس اوف كروس سيكريشن زي اي كوأجيلاتيف نيكروزس وبكنوزس وكاريوريكزس والويفي فايبرز. من 18 ل 72 ساعه بقى دي الخطر، اول ثلاث ايام في الانفاركشن من الدكاتره دي مرحله الخطر. ليه؟ بيبقى المول بتاع اللي فيه انفاركشن ده فيري فيري سوفت. ليه؟ بيبقى مليان نيوتروفيلز باسلز، والنيوتروفيلز باسلز دي احنا عارفين ان هي بتطلع بروتيوليتك انزيمز بتعمل ديسوليوشن للوول. في الحاله دي اقل مجهود البيشنت بتعمله مجرد بس انه يتنفس، ده بيبقى ممكن يعمل رابشر للهارت ويعمل كارديك تمبونات، البلاد يطلع في البريكارديوم يخنق بقيه الهارت، يحصل له سادن ديس. يبقى افضل مرحله في الاكيوت مايكارديال انفاركشن هو من 3 ل 7 ايام، من 3 ل 7 ايام من اليوم الثالث لليوم السابع، ده اخطر وقت. ماشي؟ ده كونتراكشن باندز كمان في البريفري بيبقى فيها انفاركس، ده بالميكروسكوب من 4 ل 7 ايام الانفاركت تبدا تخش الماكروفاش، هي بتيجي النيوتروفيلز الاول وبعدين الماكروفاش تيجي تنظف المكان، فهلاقي معظم البيوبسي فيه ماكروفاش وفاكوسايتوز النيكروتيك مايوسايتس. ال 10 ايام يبدا يظهر من السابع للعاشر، خلال اسبوعين يعني 7 ل 14 يوم بيبقى فيه جرانيليشن تيشو بقى بالكاركتير اللي احنا عارفينها، يونيفورم بلاد فيزلز ومعاها لوز كونكتيف تيشو و وفايبروبلاست وانفلاماتوري سيل. من 4 ل 8 ويكس، من شهر لشهرين اشوف فايبرس سكار بقى، فايبرس سكار دنس فايبرس سكار. ماشي؟ بالميكروسكوب الكوأجلاتيف نيكروزس بيبان من 4 ل 12 ساعة، بيبقى فيه ويفي فايبرز، دي الاريا النورمال، الكارديك مايوسايت نورمال، دي اللي فيها نيكروز. شايفين؟ فايبرز بقت فيري سيل وويفي. بعد كده اكيوت انفلاميشن نيوتروفيلز وباسلز بتبدأ من اليوم الأول لليوم الثالث، بتستمر لحد اليوم السابع. تبدأ الماكروفاج تظهر من اليوم الرابع والسابع، ألاقي لارج سيلز ولها كيدني شيب نيوكلياي فيزيكولار نيوكلياي، دي الماكروفاج. بعد كده جرانيليشن تيشو، الاقي هنا نيولي فورمد بلاد فيزلز، شايفين الكابيلرز دي؟ ايه اللي بيفرق نيولي فورمد بلاد فيزلز عن ويل فورمد بلاد فيزلز؟ نيولي فورمد ملهاش بيسمنت ممبرين، اندوثيليال سيلز بروليفريشن اندوثيليال سيلز كده لها اليومن ملهاش بيسمنت ممبرين زي ما احنا شايفين كده. اما تشوفها يتهيألك ان هي انترستيشال هيموريج مش كابيلاريز ويل فورم، ماشي؟ ومعاها فايبروبلاست اللي هي سبندل شيب سيلز دي الرفيعه دي اللي عامله زي الشعيرات دي، فايبروبلاست، وبيبقى معاها انفلاماتوري سيلز. سكارين ده بيبدا من شهر لشهر ونص 6 ويك، ويبقى يدينا الفول بيكتشر، ويفضل البيشن ده عنده فايبروس سكار طول عمره. بعد الاسبوع الثامن ما اقدرش يعني، بعد شهرين طب في اكثر ما اقدرش افرق هل ده اولد سكار ولا نيو سكار. طيب البيشنت بتاع الاكيوت مايكاردال انفكشن ده البرزنتيشن بتاعه هيجي ازاي؟ طبعا هيجي الامرجنسي روم، هيجي بشيست بير صح؟ ريترو سترنال
لكن الشست بين ده جاي اون ريست وصابن مستمر اكتر من 40 دقيقه ماشي وريفير برضه ريفير من ليفت ارم او للجو او الابيتاسيا على فكره ساعات كتير قوي الناس بتيجي بأكيوت مايكاردال انفاركشن هي جايه من ستيت من الابيتاسيال بي وبيفضل يضيع وقت طويل على انه متشخص بهارت بيرن او بيبتيك ألسر او هذا المقابل اي بيشنت اولد ايج وبيشتكي من اكيوت ابيتاسيك بين سيفير لازم تعمل له اي سي جي الاول قبل ما تمشيه في اي امرجنسي روم في سايلنت بقى يعني في واحد يجي له مايكاردال انفاركشن من غير بين دول مين دول بقى الدايابيتيك بيشنت لان الدايابيتيك بيشنت بيبقوا عندهم اوتونوميك نيوروباثي مش احنا قلنا الباثوجينيسيس بتاع البين عن طريق الافرنت اوتونوميك فايبر طيب دول عندهم اوتونوميك نيوروباثي فمش هيبقى عندهم بين هيجي فجاه عنده شوك يبقى فجاه يغمى عليه وعرق شديد ولوس اوف بالس وتروح على الامرجنسي وتعمل له اس جي تلاقي انه عنده اكيوت مايكارديا انفاركشن ماشي دول الدايابيتيك يبقى دول ده بيحصل بيسموه سايلنت انفاركشن ده بيحصل في 10-15% البين هنا كمان نوت ريليفد باي ريست ولا نيتروجليسرين يعني تاخد حبايه نيتروجليسرين تحت لسانه وياخد حبايه ثانيه وما فيش بين مستمر البالس اما اجي اقيس البالس بتاع البيشن ده عشان الكونتراكتيل بتاعت الهارت بتبقى افكتد فالبالس هيبقى ضعيف وويك ورابد والبيشن بيبقى نوزيس عنده احساس بالنوزيا دي من الشوك الكارديوجينيك شوك الماسك مايكاردال انفاركشن اكثر من 40% لو حصل انفاركشن اكثر من 40% بيشن ده بيحصل له صدم كاردك ديس بارزم بيجي له ارزم طيب احنا قلنا الاي سي جي بيبقى فيه كيو ويف واس تي سيجمنت تشينجز اليفيشن والتي ويف انفرجن وبشوف كمان ارزم كل انواع الارزم بتيجي مع الاكيوت مايكاردال انفاركشن من اول البلوك السيستوليك الاسيستول الاكسترا بيتس اكسترا سيستوليك بيتس الفنتريكولار فايبريليشن وفنتريكولار واتريال فايبريليشن احنا قلنا اللابوراتوري كومبليكيشن بتاعت المايكاردال انفاركشن اول دقائق في المايكاردال انفاركشن كومبليكيشن بتاعتها اريزميا قلنا بيجي كل انواع الاريزميا وبعد كده ان حالات الدس في المايكاردال انفاركشن بس 7% اكثر سبب من اسباب الوفاه والاول كومبليكيشن بقى احنا قلنا بيعمل كونجستيف هارت فيلير خلاص ممكن يحصل له رابشر في اول من 3 ايام للاسبوع ويعمل كاردياك تمبونات ودس بعد كده الفايبرس كارد ده هيعمل راف سيرفيس يعني حتى بعد ما بيحصل له هيلينج الهيلينج ده البيشن بيحتاج ان هو بيد ريست 3 شهور بتاع الاكيوت مايكارديال انفاركشن بعد ما يحصل له هيلينج بيبقى الوول بتاع الهارت بيبقى فيري راف ده هيعمل عليه ثرومبس فالبيشن ده يفضل طول عمره معرض ميورال ثرومبس ان هو يحصل له ثرومبو امبوليزم ماشي معرض ان هو يحصل له ثرومبو امبوليزم ويحمل انفاركشن في اماكن ثانيه في البرين في اللور لام في الانتستين في الكيدني ماشي بعد كده كمان لو الاريا بتاعت الانتر فنتريكولار سيبتم هي اللي حصل فيها ممكن يحصل له فنتريكولار سيبتال ديفكت زي ما احنا قلنا معظم الناس 50% التو سيرت الانتيريور تو سيرت بيبقى افكت ماشي لو كمان خد اريا من الفالف بيعمل مايترال ريجرش ماشي الفالف افكت برضه هيبقى ديستراكشن من الفالف فيبقى مايترال ريجرش بعد كده كمان بيعمل بريكارديتس بريكارديتس اي نكروزس انا مش فاكرين لما قلنا اي انجري في الهارت بيعمل بريكارديتس السيرا الساكن حواليه هيبقى انفليت فيعمل حاجه اسمها دريسلر سندروم اكيوت بريكارديتس كوليتي كومبليكيشن غير الاريزميا
بعد كده المول بتاع الهارت اللي فيه سكار ده برضو مع البلاد بريشر هيعمل انيوريزم، يحصل اوت باوتشنج للوول بتاع الهارت ده سبب من الربش برضو. يبقى بيريكاردايتس ده بيسموها ده فيبنس او فيبرينو هيموراجيك دريسلر سندروم، ده 3 ايام لاتنين وثلاث ايام بعد الانفاق. شامبر دايليتيشن ميورال ثرومبس وفنتريكولار انيوريزم وبروجريسيف ليت هارت فيلير وأريزم، أريزم من أول هارت بروك والبراديكارديا والسوبرا فنتريكولار تاكي أريزميا والفنتريكولار بريماتيور كونتراكشن وفنتريكولار تاكي كارديا وفنتريكولار فايبريليشن، كل الفنتريكولار دول فيتال. ماشي، آخر كلمة بقى الإسكيميك هارت ديزيز، الكرونيك إسكيميك هارت ديزيز. كرونيك إسكيميك دي قلنا إن هي جرادوال وبارشل أوبستراكشن، يعني بتحصل على وفي كولاترال، فما بيحصلش ديس للخلايا لكن بيحصل اسكيميا، بيحصل سيل انجري، فبيحصل ان الخلايا بيحصل فيها زي الهارت فيلير الكونتراكتيليتي هتقل، فزي كونجكتيف هارت فيلير بالظبط. يبقى بروجريسيف هارت فيلير سكند للاسكيميك بايوكارديال دامج، بيحصل قطع في الكارديك بايوسايت. البيشنت ده كمان ممكن يكون عنده هيستوري اوف مايوكارديال انفاكشن وبيحصل كومبنساتوري ميكانيزم، الاريا اللي فيها مايوكارديال انفاكشن متكاثره الهارت اللي حواليها، الهارت ماسلز اللي حواليها بتعمل كومبنسيشن علشان تحافظ على البلاد فلو او الكارديك اوت بوت، بيحصل فيها هايبرتروفي. الهايبرتروفي ده بيسموه كومبنسيتد هايبرتروفي. بعد شويه بيبقى ايه؟ فيلير، يحصل له فيلير، تحصل دايليتيشن بقى، الهايبرتروفي ينتهي بان الديموند تزيد على حساب البلاد سبلاي، فيحصل اتروفي للكارديك مايوسايت وتبقى دايليت. دي كمان من ضمن الكرونيك، يعني حواليه اكيوت مايوكارديال انفاركشن بيتحول لكرونيك اسكيميك هارت ديزيز. ماشي؟ بيحصل فيه ليفت فنتريكولار دايليتيشن وهايبرتروفي، ولو جيت بقى ببص على الوول بتاع الهارت بتاع الكرونيك ده هلاقي فاريبل ارياز، ارياز نورمال وارياز جراي من فايبر سكار، من فايبروس. يبقى جراي وايت سكارين فول اوف هيلد انفاركت. السادن كارديك ديس، السادن كارديك ديس بقى لما اكيوت مايوكارديال انفاكشن اهم سبب هو الفنتريكولار اريزميا وكورونري ارتري ديزيز، مسؤوله عن 80-90% من سادن كارديك ديس، وهو ايرلي مانيفيستيشن بتاع السيفيك هارت ديزيز. ممكن يكون البيشنت اول حاجه تجيله ما يجيلوش لانجينا بيكتورز ولا اي حاجه من دول، سادن كارديك ديس على طول، وده بيبقى عمل اريزم وقتها فنتريكولار اريزم. ليس الاريزم اسيس تول اوف فنتريكولار فايبريليشن. النون اسيروسكلوتيك كوزز اوف سادن كارديك ديس، في اسباب تانية لسادن كارديك ديس. ايه اللي بيعمل سادن كارديك ديس غير الاسيروسكلوز او كورونا هارت ديز؟ ممكن بلمونر هايبرتنشن هيريديتري، في بعض الناس بيبقوا عندهم كارديك كوندكشن سيستم فيلير في الكوندكشن سيستم، اريزميا بس كونجنتال او هيريديتري وجينيتيك. وكونجنتال كورونري ارتيريال ابنورمالتي، يعني عنده كورونري نارون وكورونري مالفورميشن مش اسيروسكلروز. ماشي، مايترال فالف كولابس وقلنا عليه قبل كده، مايوكاردايتس وسيرفيتوزس وكارديومايوبسي. كارديومايوبسي اذا كان دايليتد او هايبرتروف. ماشي، ده اخر حاجه هنحل النهارده. اي سؤال يا دكاتره؟